يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مبارك لكم أيها الأحبة دخول شهر رمضان والتنعم بهذه الليالي والأيام المباركة التي نتقلب فيها بعين الله عز وجل. عن محمد بن الحسن الهمداني قال: سألت ذا النون البصري، قلت: يا أبا الفيض، لما صير الموقف بالمشعر، يعني بعرفات، ولم يصر بالحرم؟ لماذا لم يكن في داخل الحرم المكي أو بالمسجد الحرام؟ يحتمل المعنيين، لأن عرفات خارج الحرم المكي. قال: حدثني من سأل الصادق عليه السلام ذلك، فقال، يعني الصادق عليه السلام حسب هذه الرواية: لأن الكعبة بيت الله الحرام وحجابه، والمشعر بابه، فلما أن قصده الزائرون، من أراد أن يدخل إلى بيت الله عز وجل، إلى حرم الله، وقفهم بالباب حتى، وأين هو الباب؟ في عرفات، يعني بعدهم، أخرجهم إلى خارج الحرم، وقفهم على باب الحرم في عرفات حتى أذن لهم بالدخول بعد أن يؤدوا دورهم ومسؤوليتهم وواجبهم في عرفات، ثم وقفهم بالحجاب الثاني وهو مزدلفة، فلما نظر إلى طول تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم، اذبحوا الذبائح الهدي، فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا دونه، هذه الذنوب تمثل عائق عن لقاء الله عز وجل بالصورة المثلى، أمرهم بالزيارة على طهارة. فبالتالي كأن هناك مراحل فلترة يتنظف يتطهر بها الإنسان قبل هذا اللقاء العظيم. صحيح أننا دائما بعين الله عز وجل وتحت الرقابة الإلهية، وعندنا لقاء مستمر يومي من خلال الصلاة، من خلال جلسات الدعاء التي يجلس فيها العبد بين يدي ربه يدعو ويطلب ويناجي. صحيح أن كل هذه صور من صور لقاء الله عز وجل، ولكن هناك حالات من لقاء الله ذات امتياز معين تحتاج أيضاً إلى تهيئة واستعداد خاص بمثل هذه اللقاءات المتميزة. من أهم هذه اللقاءات التي لا توجد ليلة أعظم منها في السنة، هي اللقاء الذي ينال الإنسان فيها رحمة الله عز وجل، وينال فيها الفيوضات الإلهية في ليلة القدر. هذه الليلة تمثل القمة في لقاء العبد بربه. مثل هذا اللقاء المتميز الذي يقول الله عز وجل عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. سؤال من باب إظهار عظمة هذه الليلة. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذا اللقاء المتميز يحتاج أيضاً في المقابل إلى استعداد وتهيئة متميزة من أجل أن ينال الإنسان عطاءات تلك الليلة وفيوضات الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة. من الممكن أن يحصل الإنسان على شيء من العطاء في ليلة القدر دون أن يدخل في حالة التهيئة والاستعداد التي أتحدث عنها، ولكن من يريد أن يقطف الثمرة
من يريد أن ينال القدر الأكبر من هذا اللقاء المتميز مع الله سبحانه وتعالى ورحمته وفيوضاته يحتاج إلى مثل هذا الاستعداد المتميز. أما الإنسان الذي يعيش منذ بداية شهر رمضان، الآن ليلة القدر تمثل الذروة في شهر رمضان، من يعيش في شهر رمضان منذ بدايته حالة من الخمول في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، إلا اللهم مسألة الامتناع عن مفطرات الصيام، يعيش حالة من الخمول في العلاقة مع الله عز وجل، ويعيش حالة محمومة من الانشغال والتشاغل بالملهيات، بل أحياناً بارتكاب الذنوب، بكل البرنامج الذي كان يعيشه قبل شهر رمضان في حالة من التفرغ للدنيا والابتعاد عن عالم الآخرة والتهيئة للآخرة، هذا الإنسان لا يستطيع أن يقبل على ليلة القدر وأن ينال من ليلة القدر ما يمكن أن ينال الإنسان من العطاءات العظيمة. الصيام يراد له أن يكون عاملاً مهماً ورئيسياً من أجل أن يرتقي الإنسان خلال هذه الأيام إلى المستوى الذي ينال فيه تلك الحظوة في لقاء الله عز وجل في ليلة القدر. في الخبر أن النبي موسى عليه السلام عندما ذهب لميقات الله عز وجل مع 70 أمرهم بالصيام، كما أمرهم بالدعاء والصلاة والتطهر، أمرهم بالصيام، لأن الصيام جزء من حالة التكامل التي تمكن الإنسان من نيل هذه الحظوة. لاحظ هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يبين لنا فيه كيف تكون صورة هذا الصيام. إن الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحتاج أن يحفظ حتى يتم الصوم، وهو صمت الداخل. أما تسمع ما قالت مريم ابنة عمران: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني صمتا، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا، يعني لا تتجادلون، ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغاضبوا ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تقاتروا، يعني لا تتكبروا، ولا تجادلوا ولا تتأذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تضاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة، والزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق ومجانبة أهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والفري والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة، وكونوا مشرفين على الآخرة، منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزودين للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار، هذه صفة الصائم، والخشوع والخضوع وذل العبيد الخيف من مولاه، خيرين، خائفين، راجين، مرعوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين، قد طهرتم القلوب من العيوب وتقدست سرائركم، يعني تطهرت سرائركم من الخب، من الخداع والغش، من النفاق، من الصورة التي تكون في الداخل سوداء ومن الخارج بيضاء. ثم يقول عليه السلام: إن الصوم ليس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلك حجاباً مما سواها من الفواحش من الفعل والقول. هذا حجاب، يعني هذا وسيلة، يعني هذه الطريقة اللي من خلالها أن الإنسان يستطيع أن يصل لتحقيق ذلك الأمر، يعني الصوم يحجبك عن مثل هذه المعاصي. ف
يوفقك للتقوى، يوفقك للارتفاع، للارتقاء المعنوي. ثم يقول عليه السلام: ما أقل الصوام وأكثر الجواع. إن هذا اللقاء المميز في ليلة القدر يمثل ذروة شهر رمضان، وهو يحتاج إلى إعداد روحي منذ بداية شهر رمضان، يترفع من خلاله الإنسان عن الماديات والذنوب، ويعيش جواً من تطهير النفس والارتقاء المعنوي، وذلك من خلال الصيام والصلاة المفروضة والنافلة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار والإقبال على الله. فليراجع كل منا نفسه، وليقيم مدى رغبته في مدى رغبته في نيل تلك العطاءات العظيمة، ولينظر كيف يمكنه أن يهيئ نفسه لذلك، لئلا تفوته تلك الليلة العظيمة بكل رحابتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.